السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في ورشة من ورش إيميرج أفريقيا بالعربي. بنحب نرحب بكم بجميع المشاركين اللي موجودين معانا، وبنحب نرحب كمان بالدكتورة هبة محمد عبد اللطيف اللي هتقدم لنا الورشة النهاردة، هتتكلم فيها عن تقنية الهيلوجرام. برجاء جميع الأشخاص اللي موجودين إغلاق المايك لحين الانتهاء من كلام الدكتورة هبة. هنتعرف الأول على دكتورة هبة. دكتورة هبة هي حاصلة على ماجستير في تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا للتربية، حاصلة على دكتوراه في تكنولوجيا التعليم أيضا، تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني عن بعد بكلية الدراسات العليا للتربية. ممتاز، عملت في البداية كمعلم حاسب آلي بالمدارس الدولية، ثم التحق بالعمل في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد كمراجع خارجي بالعديد من مدارس التعليم قبل الجميع، ثم التحقت بالعمل كمصمم تعليمي بالمركز القومي للتعليم الالكتروني بمجلس الاعلى للجامعات، وحاليا استشاري جوده وتعليم الكتروني ببعض المؤسسات المصريه والعربيه. قدمت اكثر من 40 ورشه ودوره تدريبيه بالعديد من الجامعات والمراكز التعليميه، وكانت ضمن فريق تقييم المقررات الالكترونيه بوزاره التعليم التربيه والتعليم. احنا نترك الورشه دلوقتي، قياده الورشه مع الدكتوره هبه، ونرحب بيها جميعا. والورشة هتتم ان احنا كل الاسئلة اللي هنحب نسألها هتبقى في الشات، ونتمنى كل التوفيق للدكتورة هبة، وشكرا لكم جميعا، وشكرا للدكتورة هبة تاني مرة، ومرحبا بكم في ايميرج افريكا. دكتور هبة، دكتور هبة، ألو دكتور هبة، أي يا دكتور سامعيني كده؟ سامع حضرتك، بس حضرتك انت لغيت الشيك. اوكي انا مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. معاك مع حضرتك. تمام، الصوت باين كده؟ يا ريت لو الصوت باين كله يكتب واحد او زي ما يحب. طب اوكي يا ريت. تمام. في البدايه متشكره جدا دكتور محمد على هذه المقدمه، واولا انا ببارك لك على مناقشه الدكتوراه، الف الف مبروك وربنا يتملك على خير يا رب، وقبل كده بفوز الترقيه باذن الله، نبارك لك عليها برضه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن تقنية الهولوجرام وتوظيفها في العملية التعليمية. تقنية الهولوجرام كتير مننا قوي سمع عنها، والفترة الأخيرة دي في مجال التعليم وسمع عنها في مجالات كتيرة جدا. عايزين نعرف النهارده إيه المجالات اللي هي طبقت فيها تقنية الهولوجرام، وخاصة مجال التعليم والبحوث التعليمية والتربوية اللي طبقت فيها واللي الناس اشتغلت عليها، اشتغلوا في ايه واشتغلوا فيها ازاي، وازاي ننتج اصلا اللي هي تقنية الهولوجرام ونوظفها بشكل بسيط من غير تكلفة كبيرة ومن غير تعب او ادوات كتيرة. طيب في البداية نعرف بس مع بعض النشأة بتاعت الهولوجرام. الهولوجرام ما تعتبرش حديثة قوي، حديثة العهد، او ظهرت فترة قريبة، يمكن هي بس انتشرت اخر 5 6 سنوات في مجال التعليم ومجال الفن بشكل كبير جدا، يمكن دي كانت بدايتها، هو المجال الفني والمجال التصويتي والدعايه والاعلان، لكن هي ظهرت اصلا من 1971. كان العالم دينيس جابور هو اللي اكتشف اللي هي عمليه تشتت الضوء او الهولوجرام، وازاي ان يعمل انعكاس للضوء من مكان لمكان تاني. طيب لو عملنا بس تعريف بسيط كده كمصطلح او تقنيه، ازاي هي ايه هي تقنيه الهولوجرام، ممكن نقول ان هو تصوير ثلاثي الابعاد بيسجل الضوء المشتت من جسم ليأتي الشكل على الجسم بيطفو كجسم ثلاثي الابعاد. الكلام ده ممكن يكون تقيل شويه، وبعض الناس ما تكونش عارفه قوي يعني ايه دوت، هيبان معانا واحنا بنطبق، وهيبان معانا في التطبيقات والمجالات اللي اتطبقت فيها بالفعل. لو بصينا على الكروت الموجوده معانا في كلنا في ايدينا اللي هي الفيس، هنلاقي ان في علامات مائيه كده شكلها زي الحمامه اللي موجوده تحت في الجيزه دي معموله بتقنيه الهولوجرام، متصنعه بحيث ان هي ما فيش حد يقدر ان هو يكبرها او هو ينسخ عليها نسخه ثانيه. فالتقنيه دي استعملوها في البدايه في برضه في المجال
الامني والكروت الخاصه بالبنوك والبيز والكروت الشخصيه. المجالات بقى اللي هي اكتر المجالات اللي اتطبقت فيها تقنيه الهولوجرام واللي انتشرت فيها بشكل كبير جدا، كان لو خدناها من الشمال بقى لليمين هنتكلم عن الفن والاعلام. ده كان مجال واسع جدا جدا، ولحد دلوقتي ولحد السنه دي برضه بيوظفوا فيها تقنيه الهولوجرام. عندنا الالعاب التعليميه والالعاب العاديه، التسويق والاعلان. حضراتكم عارفين ان اي تكنولوجي او اي تقنيه جديده في البدايه لما بتثبت نجاحها او تفاعلها بيستعملوها في البدايه في التسويق والاعلان عشان الرواج وعشان المكسب المادي اللي بيعملوه. فلو انت بحثت على اي تقنيه جديده هتلاقي اكبر مجال اتطبق فيها او انتشر فيه هو مجال التسويق والاعلان عشان الارباح التجاريه. والمجتمع اتطبقت برضو فيها تقنيه الهولوجرام، والتعليم واللي هو الاساس بتاعنا واللي هنركز عليه ان شاء الله النهارده في اللقاء بتاعنا. اي اسئله؟ تمام. الهولوجرام بقى في الفن والاعلام اول ما ظهر خالص في فيلم اللي هو حرب النجوم وفيلم الراجل الحديدي، كان ظهر زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اللي هي الشخصيه اللي هي زي الشعاع او الظل اللي ظهر دوت. طب التقنيه دي اتعملت ازاي وتوظفت ازاي وازاي حطوا الشخصيه دي وجسدوها جوه الافلام دي؟ عن طريق تسليط الضوء. يعني الشخصيه دي هي مسجله اساسا فيديو في البدايه، وحجز تم حجز مكان فارغ زي الكرسي الموجود دوت كده، خلوه فاضي وسلطوا الفيديو الموجود المسجل من قبل وسلطوه على الجزء الفاضي بحيث يظهر الشخصيه بالكامل كانها جزء من الحدث، جزء من الفيلم الموجود معانا. زي ما كنا بالظبط بنشوف طاقيه اللخفه، زي ما كنا بنشوف الافلام القديمه كان بيظهر الشخصيات بالشكل دوت، كنا بنستغرب الشخصيات دي اتعملت ازاي او التقنيه دي تقنيه ايه. في مصر ظهرت الهولوجرام اول مره على قناه الـ CNN في 2008، وظهر بعدها على قناه الحياه شهر رمضان في 2012، كان في برنامج انا والعسل مع نيشان، وكان ظاهر معاه الفنانه اليسا وكان بيستضيف الضيف بتاعه، وكان التقنيه دي كانت عامله يعني رواج كبير جدا جدا، ان ازاي الضيف بيظهر جوه الاستوديو بكامل جسده وبكامل صورته وبيتكلم وبيتحدث عادي وبيتصور معاهم بشكل طبيعي جدا رغم ان هو كان في بلد ثانيه بعيده تماما عن مصر في الوقت ده. ممكن نشوف جزء من الفيديو، نشوف ازاي الشخصيه ظهرت اصلا. حضرتك بس تابعوا معايا ازاي الشخصيه او الكاتب او الديف دوت هيظهر بتقنيه الهولوجرام. شايفين ظهر ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ازاي الضيف ان هو ظهر جوه الاستوديو رغم ان هو كان قاعد في الولايات المتحده الامريكيه بعيد وهم كانوا بيسجلوا الحلقه جوه مصر، ازاي ظهر الضيف دوت بتقنيه الهولوجرام واتفاعل معاها وكمل اللقاء عادي كانه متواجد بالظبط معاهم. ازاي عملنا التقنيه دي او ازاي اتنفذت التقنيه دي جوه الاستوديو اوضحها لحضراتكم في انتاج الهولوجرام بعد شويه ان شاء الله. طيب برضو من الحاجات اللي لسه ظهرت السنه دي، لو حضراتكم سمعتوا عن مهرجان الطنطوره الثقافي. السنه دي كانت السعوديه عامله مهرجان الطنطوره الثقافي في مدينه العلا، وكانوا عاملين ضجه كبيره اعلاميه كبيره جدا جدا عن ظهور حفله كامله لام كلثوم بتقنيه الهولوجرام. ظهرت تقنيه الهولوجرام زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده على المسرح السعودي وفي المهرجان بتاع الطنطوره الثقافي دوت، وكانت وقتها لو حضراتكم كنتم متابعين الخبر او الحدث دوت اللي كان بيجسد الصوره دي كانت الفنانه صابرين اللي هي ممثله مصريه، هي اللي كانت مجسده الفيديو الخاص بام كلثوم. حضراتكم لو خدتوا بالكم كمان هتلاقوا ان الملامح بتاعت ام كلثوم مش هي الملامح الطبيعيه دي، وشها متركب على جسم الفنانه صابرين
طب ازاي متراكم على جسم الفنان صابرين؟ صابرين الحركه لو تابعته على اليوتيوب هتشوف البروفات اللي هي عملتها كانت بتجسد بس حركه ايدين وجسم وام كلثوم في ادائها. طبعا صوتها اوريدي متسجل ومعروف، هي كانت بتحرك بس ايديها وجسدها وحركاتها اللي هي حركه البادي لانجوج بتاعتها، ويركبوا الوش مقارب شويه لام كلثوم، هو مش زيها بالظبط حتى انتوا هتحسوا بالاختلاف دوت. هم ركبوا الوش على وش صابرين بحيث تدي بشكل طبيعي، وسجلوها عن طريق الفيديو وعن طريق بقى جهاز الهولوجرام دوت اللي هو جهاز الليزر اللي بيعكس الضوء من الفيديو للوح الزجاجي. عارفه لو خدت بالكم هتلاقي ان الاوركسترا اللي وراها او الفرقه الموسيقيه اللي وراها موجوده على الجنبين اليمين واليسار، وراها مفيش حاجه. الجزء اللي هو الفاضي او اللي في النص دوت ده لوح زجاجي كبير جدا معكوس عليه الضوء المشتت اللي هو بتاع الفيديو المسجل مع فنانه صابرين بالهولوجرام على الجزء الفاضي دوت، بحيث تظهر ام كلثوم بشكلها الكامل وبشكل طبيعي. وحضراتكم لو خدت بالكم هتلاقوا ان ده الاضاءه كانت كلها مش واضحه سوده، عشان هي لو فتحوا الاضاءه كان هيبان اللوح الزجاجي ورا والتقنيه دي مش هتظهر. لازم يبقى الاضاءه عندنا غامقه تماما او سودة تماما عشان تقدر تظهر الشخصيه الهولوجراميه اللي انت منفذها او اللي انت عاملها على المكان او المساحه او الاريا اللي انت بتحدد فيها الشخصيه دي. الالعاب طبعا هي انتشرت كتير جدا جدا في مجال التسويق الالعاب، قدروا ان هم يعملوا العاب تعليميه عن طريق جهاز صغير جدا، مجرد ما بيشتغل بيه الطفل او بيحركه بيبتدي يظهر الجيمز بتاعته في المساحه او الاريا الفاضيه اللي قدامه، تظهر اللعبه بالكامل زي ما شايفين مع بعض في الصوره هنا، ان يقدر بقى يتحكم ويلعب ويحرك العربيه يمين وشمال ويعمل سباق. في سؤال؟ تمام. مجال التسويق والاعلان زي ما قلنا ان التقنيات الجديده اللي هي بتعمل ضجه او رواج كبير دي، طبعا مجال التسويق والاعلان من اكثر المجالات اللي بتستغلها جدا لترويج منتجاتها والسلع الخاصه بها. استخدموها في الترويج والمنتجات التسويقيه كلها والاجهزه المحموله والسيارات والالكترونيه. زي ما شايفين بالظبط هنا في الاجتماع اللي هو موجود على اليمين، هنلاقي ان اللي هو جهاز الليزر موجود تحت في الجزء اللي هو ظاهر معانا دوت، وان المدير او الانستراكتور اللي بيعرض المنتجات اللي من الشعاع الظاهر او المنبثق من جهاز الليزر الموجود ده، برزنتيشن مجهزه من الاول، وبالتالي بيشغل الليزر عاكس بيه البرزنتيشن في الفراغ في الهواء. وكمان في لو احنا متابعين برضو هنلاقي ان هو السنسور، نقدر من خلال السنسور ان انا اتحكم بقى في المكونات ديت وفي الاجزاء دي، يعني مثلا زي الخلاط ده انا ممكن الفه وممكن احركه عن طريق السنسور ان انا اتحرك في الحاجات دي كلها. طبعا ده تطور ما بعد الهولوجرام، يعني الهولوجرام كان ده بدايه، طلع بعديه السنسور ان هو قدر يتحكم في مكونات الهولوجرام الموجوده في الفراغ، وقدر طلع كمان حاجه اسمها هولو بلاير، ده جهاز كمان جديد اسمه هولو بلاير بيحول المكونات الموجوده في جهاز اللابتوب بتاعك العادي من غير اي انتاج او ديزاين 3D، ان هو اوريدي بيحول لك المنتج بتاعك او الكونتنت بتاعك 3D وبشكل هولوجرامي في الفراغ، يعني مش بقى على الشاشه، لا بيطلع لك ما بعد الشاشه. دي حاجه اسمها هولو بلاير. دي طالعه حديثه يعني. كذلك في مجال تسويق السيارات شايفين العربيه ازاي قدر ان هو يعرضها بشكل مبدع جدا، طبعا تجذب العميل جدا ان هو يشتريها ويعجب بيها وينبهر بيها، وحققت رواج كبير جدا في مجال التسويق. شركة سامسونج في 2009 عملت برزنتيشن للمنتج بتاعها والموبايل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، ان هي عرضتها بتقنية الهولوجرام. احنا هو بيتحرك بحرية تامة والبرزنتيشن بيظهر في كل اتجاه حواليه بدون ما يأثر عليه، يعني هو ممكن يتحرك جوه الصورة نفسها زي ما شايفين دلوقتي ان الموبايل مسيطر على الشخصية نفسها. ان هي بتتعرض في الفراغ ما بتتعرضش او ما بتتاثرش بالشخصيه الموجوده او الشخصيه ما بتعملهاش حاجه لان هو ضوء. طيب المجتمع بقى، حضراتكم عارفين ان الدول الاوروبيه دايما عندها مشكله في التجمع الاسري او الانتماء الاسري او العلاقات الاسريه دايما ما بتبقاش مستقره عندهم بطبيعه البيئه الاوروبيه. فتقنيه الهولوجرام دي ساعدت شويه ان هي تحل مشكله التباعد او تعمل ترابط العلاقات الانسانيه ما بين افراد الاسره، زي بالظبط لما يكون حد من
والاب او الام مسافر، بدل ما يتكلم معاه فيديو عن طريق الموبايل او عن طريق اللابتوب، ان هو عن طريق الهولوجرام دوت ان والده يكون معاه بجسمه بالكامل موجود قدامه بيتكلم معاه وبيتفاعل معاه. استعملوها كمان في المطبخ في اعداد الوصفات والوجبات والحاجات دي كلها، ان هو ازاي يعلمك او يعلمك اعداد اكله معينه او نوع معين من الطعام من خلال تمارين الهولوجرام، ان الشخصيه الهولوجراميه بتنفذها قدامك صوت وصوره وحركه وكل حاجه، فانت بالتالي ما بتحتاجش اي حاجه كأن الشخصيه موجوده بالظبط. استعملوها كمان في تدريس البيانو، دروس البيانو، ان كمان الاطفال اللي هم عندهم مشاكل في مشاكل حركيه او اعاقات حركيه، ان عن طريق الهولوجرام بقى معاك معلم جنبك، بقت الشخصيه الهولوجراميه بتظهر فوق البيانو وتعلم الطفل دوت يدوس على ايه ويتعلم يعمل ايه ويسمع الصوت ازاي، تساعد في كل تحركاته وفي كل ادائه يعني. وده طبعا بتوفر وقت كبير جدا جدا ومجهود كبير، يعني عندك معلم مثلا في اي بلد في العالم تقدر انت تستضيفه عندك في اي وقت وفي اي مكان ومنتهى السهوله، ومن غير ما تكلف نفسك تكاليف اقامه وسفر والحاجات دي كلها، خاصه في المؤتمرات عندنا. يعني احنا دي توظفت كتير في مجالات كتيره في دول اوروبيه في مؤتمرات، لو توظفت عندنا هتوفر لنا حاجات كتيره جدا، اهمها التكلفه بتاعه الخبير، الاقامه والسفر والقناه والحاجات دي كلها، مجرد ان انا بس هوصل له الاريا اللي هو هيظهر فيها واستعمل جهاز الليزر دوت، واقدر اعمل بث مباشر للشخصيه دي من مكانه، زي ما احنا دلوقتي بنعمل ورك شوب اونلاين، في ناس عندنا من السعوديه وناس من افريقيا وناس من كل اماكن العالم بتخش وتسمعنا بالظبط نفس القصه. ممكن اعمل بث مباشر عن طريق الهولوجرام واعرض الشخصيه دي او الخبير العلمي دوت او الشخصيه العالم اللي موجود معايا، واعرضه في المكان او في الاريا اللي انا قاعد فيها، في سواء كان في قاعه دراسيه او في مؤتمر او اي مكان، ان هو استفاد من علمه وخبراته من غير ما انا اعمل له انتقال اقامه عندي. في اي سؤال يا جماعه احب مشاركتكم معايا؟ في اي حاجه في اللي انا قلته في اللي فات ده مش واضحه معايا؟ لا تمام يا دكتور. تمام، في اي سؤال او حاجه مش واضحه قبل ما اكمل؟ بس بعد اذن حضرتك يا دكتور في نقطه صغيره، اي حد عاوز يعلق بعد اذن حضراتكم يتم التعليق خلال الشات. تاني حاجه دكتور، دلوقتي حضرتك اتكلمت عن التقنيه، هل نفس التقنيه دي هي التطبيقات ليها تطبيقات معينه هنعرفها ان شاء الله، او النظام بتاعها مستغل في اماكن انتاجها؟ هي مش تطبيق قد ما هي انتاج. انا هوضح في الاخر التطبيقات اللي اتعملت في البحوث التربويه وظفوها ازاي في التعليم، وهوضح كمان ازاي ننتجها بابسط الطرق ان شاء الله. بس احب لو حد عنده اي استفسار او حد مثلا في جزئيه مش واضحه في اللي احنا قلناه يتفضل يكتب لي على الشات. تمام. التعليم بقى، وده اللي يهمنا، وده الفيلدز اللي احنا بنتكلم فيها واللي احنا كلنا مهتمين بيها، ان هو ازاي يستعمل الهولوجرام وازاي يوظفها في العمليه التعليميه، ازاي ان انا اعمل التقنيه دي واوظفها واطور بيها من اسلوب التعليم بتاعي كتقنيه جذابه ومهمه. قدروا يعملوها على حضرتك لو شايفين الصوره اللي موجوده في المحاضرات، ان هو عن طريق لوح زجاجي موجود قدام كل طالب، وعن طريق برضو اللي هو شعاع الليزر دوت، البرزنتيشن اللي بيعرضه الانستراكتور والمحاضر بينعكس عنده على اللوح الزجاجي الموجود، يقدر ان هو يشوفه عن قرب ويقدر ان هو يتفاعل معاه. وكمان الشاشه دي تفاعليه، يعني اللوح الزجاجي اللي موجود قدام كل طالب دوت بخلاف اللي بينعكس عليه المحتوى التعليمي، المحتوى التعليمي نفسه متكري تفاعلي، يقدر كل واحد ان هو يشاور ويتفاعل معاه من خلال التقنيه دي الموجوده عنده على اللوح الزجاجي الموجوده قدام كل طالب. كمان استعملوها في تسجيل المحاضرات زي ما قلنا قبل كده، وده من الحاجات المهمه جدا جدا، ان انا اقدر استعين بخبراء من كل بلاد العالم. يعني شايفين الصوره اللي على اليمين دي، عندنا اللي هو الخبير الهولوجرامي موجود في لو سمحت لي فاتح الصوت. استاذن بس اللي فاتح الصوت يقفله.
هنلاقي ان الشخصيه الهولوجراميه او المعلم الهولوجرامي ظهر في الكلاس مع المدرس اللي هو اللي بيدرس الماده نفسها، وابتدي ان هو يشرح لهم ويقول لهم المعلومات ويشرح لهم الاجزاء اللي هي الصعبه اللي ممكن تفيد الطلاب في المكان نفسه. وزي شايفين برده الصوره اللي على الشمال ان هو المعلمه اللي هي المدرس بيسموها مدرس افتراضي او معلم هولوجرامي، ان هي تقدر تشرح في اكتر من جامعه باكتر من مكان في نفس التوقيت. يعني مثلا زي ايه، عندي جامعه القاهره، عين شمس، اسيوط، اسوان، سوهاج، كل الجامعات في المحافظه، وعندي خبير امريكي هيقول لنا مثلا محاضره مهمه جدا. فالقاعات دي او الجامعات الموجوده دي لو قدرت تجهز جهاز الليزر دوت هي فاضيه او مكان يظهر فيه الشخصيه دي عن طريق البث المباشر اللي هو بيعمله من مكانه، يقدر يعمل بث مباشر على كل الجامعات دي في وقت واحد وفي توقيت واحد ويشرح المحاضره لكل الطلبه في كل المحافظات. طبعا ده تكلفه، توفير تكلفه كبيره جدا 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 للقائمين في الجامعات دي، وطبعا استفاده كبيره جدا من العلماء اللي هم ما يقدروش ان هم يجوا عندنا او يحاضروا في الجامعات دي كلها في ان واحد. عندي كمان، طب ايه الخصائص بقى اللي بتميزها؟ يعني البروجرام دي ايه اهم الخصائص اللي بتميزها او اللي تخليني ان انا استفاد منها او اوظفها في العمليه التعليميه عندي؟ نشوف اول خاصيه عندها ان تقنيه البروجرام دي اقدر بشوف زي ما قلنا من شويه ان عن طريق اللي هو السنسور اقدر اشوف المجسم الهولوجرامي اللي طالع عندي في الفراغ دوت، اشوفه كل اتجاهات. وظفوها بشكل كبير جدا في مجال الطب عشان اجزاء جسم الانسان ومكونات جسم الانسان كل الاتجاهات، زي ما شايفين في الصوره اللي في اليمين ديت، جهاز اللي هو دكتور احمد امين اتفضل. طبعا يا دكتور اتفضل مع حضرتك. اهلا وسهلا. كده صوت مش واضح؟ يعني انا اكتب ولا اتكلم؟ يعني انا شايف ان انا اتكلم اسهل، هل في مشكله في الكلام؟ لا اتفضل، بس الصوت مش واضح، في حد كان بيقول الصوت غير واضح. احمد انا مش في مشكله في اي حاجه في الكلام يا فندم، بس هي كل الفكره كلها ان في قواعد احنا اتفقنا عليها، بس عشان الكلام ياخدش وقت اكتر بحيث ان يبقى المعلومات. انا شايف ان الكتابه هتاخد وقت اكتر، يعني عشان اكتب هياخد مني وقت كبير الكتابه عشان تكون مسجله في الداتابيز بس. طيب اوكي انا هكتب، بس تحملوني بقى في الكتابه يعني. بس واضح حضرتك، قول يا فندم سؤال. طب في ناس بتقول الصوت مش واضح، هو كده صوت مش واضح عندي ولا ايه؟ طب حد يقول لي صوت واضح؟ دكتور محمد يحيى تمام. تمام انا تمام تمام. طب الحمد لله الحمد لله. دكتور امين اتفضل. دكتور احمد اتفضل بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم، سوق المايك مع حضرتك. تمام. هي التجربه في جامعه الملك فهد للبترول، تمام، في انتاج مقررات. حاولت ان انا اطبق تقنيه الهولوجرام مع الطلاب. طبعا ما كانش عندنا لسه الموضوع جديد، فحاولت ان انا اشوف طريقه بسيطه ما كنتش فيها امكانيات. دخلت اليوتيوب وقعدت اشوف انتاج الهولوجرام، فجبت اللي هو السلايد الشرايح اللي هي الترانسبيرنت، وبدات ان انا اقطعها بشكل معين واعملها بمنشور زجاجي، واستخدم الموبايل عشان اعرض عليه من خلال يعني من خلال الموبايل والمنشور المنشور ده للطلاب. وكانت الفكره كويسه يعني كشيء بدائي كويس، بس للاسف لقيت ان المحتوى الالكتروني المجهز ان هو يعرض في تقنيه الهولوجرام كان ضعيف، كان ضعيف جدا يعني. محتاج تدخل فيه 3D. نعم؟ المحتوى الالكتروني حضرتك شرحت او دخلته كان محتاج يكون فيه 3D، يعني كان العرض بتاعك يبقى فيه 3D. صحيح، عشان هي دي المشكله. هي دي المشكله، هل احنا نقدر يعني نوفر محتوى الكتروني للمقررات يعني بحيث ان هو يشتغل مع تقنيه الهولوجرام بشكل جيد؟ وفين يعني، هل
ننشئ وحدات انتاج محتوى الكتروني ولا في حاجات جاهزه؟ انا مش انا دورت كتير على انت على اليوتيوب لقيت ان للاسف هو في عدد محدود من في العربي يعني بتكلم على العربي عدد محدود جدا حتى بشكل عام والله. بس انا عرضت الفكره كفكره وكانت طبعا واجد الصدى وقبول من الطلاب ومن الاداره عندنا بشكل كبير جدا. طيب انا هقول لك حاجه في البدايه، انت عملت نموذج سامبل بسيط جدا خاص بالموبايل. لو انت كنت استعملت شاشه اللابتوب بتاعتك على الهرم اللي جاي اللي انت انتجته وكبرت المساحه شويه كانت تفرق معاك كتير وكان هيبقى العرض افضل واحسن، دي حاجه. لو كنت استعملته على صندوق زجاجي اكبر شويه بمساحه اكبر شويه كان برضه هيفرق معاك اكتر وكان المحتوى بتاعك هيظهر بشكل كويس. حته بقى المحتوى ان انا احوله بشكل هولوجرامي، الهولوجرام هينفعني اكتر لو حضرتك مش متواجد في القاعه ديت او مش واجد مع الطلاب وعندك محاضره بتشرحها لهم، ممكن تعرضها عن طريق الهولوجرام كويس جدا وتشرحها لايف كان حضرتك موجود بالظبط، دي تبقى معاك مثاليه. لو هتكلم عن الكونتنت نفسه او المحتوى، مش كل المحتوى عندي اقدر ان احول 3D، اقدر احول صور، اقدر احول نماذج، لكن انا اعرض نصوص 3D او اعرض نصوص بالهولوجرام لا. انا ممكن اعرض مثلا لو انا بتكلم عن ماده في التربيه الفنيه فبعرض شكل هندسي او مجال الطب مثلا بعرض زي القلب او جزء من جسم الانسان، هقدر ان انا اعمل الصوره دي او المحتوى التعليمي دوت انتجه 3D عن طريق اي برنامج موجود عندي، وان انا اعرضها بعد كده عن طريق تكنولوجيا الهولوجرام هتبقى فعاله اكتر وهتكون العائد التعليمي بتاعها عالي جدا 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 وهيفيد الطلاب بتاعي. ان في بعض الحاجات بيبقوا عايزين يعرفوا مكوناتها، يعرفوا ابعادها، يعرفوا شكلها من كل الاتجاهات شكلها ايه او المجسم شكله ايه. فده حضرتك بتنتقي المحتوى المناسب اللي ممكن ينفع فيه تطبيق الهولوجرامي، مش مجرد برزنتيشن عادي او جزء عادي. ممكن تعمل برزنتيشن بتاعك عادي جدا 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 وتعرضه وتيجي على الجزء الهولوجرامي تعرضه بتكنيك الهولوجرام، او الجزء المجسم او اللي تقدر تحوله 3D تحوله بشكل هولوجرامي، يبقى ده بالظبط وسيله مساعده معايا لكن مش انتاج كامل. فاهمني؟ الو احمد، ايوه دكتور تمام يا فندم تمام ممكن الصوت مقفول عليا بس انت بس تكبر التطبيق عندك، يعني بدل ما كنت عامله على موبايل اعمله على اعرض على شاشه اللابتوب كامله او شاشه تلفزيون اللي هي كبيره اللي هي الفلات دي، ممكن تعمل مربع زجاجي زي ما هوريكم دلوقتي. كان تجربه عمليه اتعملت لايف في الجامعه الامريكيه، كان في محاضره هناك هوريكم ازاي هو انتجها ستيب باي ستيب، ازاي طلع الهولوجرام دي وانتجه احنا قاعدين، هو عن طريق زجاج او مربع او صندوق زجاجي وعن طريق شاشه تلفزيون كبيره كانت 32 بوصه او 45 او حاجه كده، وقدر ان هي بالمساحه الكامله دي يعرض الهولوجرام ويطلع شخصيه موجوده ان هو يتحدث ويتكلم بشكل هولوجرام في المساحه الفاضيه الموجوده. طيب هو كان معروف على الشاشه كان 3D المحتوى كان مسجله فيديو لايف، كان مسجل يعني كان شخصية. عادي مش لازم يكون 3D. لا ما انا اقول لحضرتك حاجه، لو انت هتسجل شخصيه لايف هي اوريدي الشخصيه مجسمه، يعني انا لو هسجل مثلا محاضره دلوقتي مع حضراتكم لايف انا هبقى محضره الفيديو دوت كامل وابقى عامله الكروم بتاعتي خضراء عشان اشيل اي شوائب في الخلفيه، وابتدي الفيديو دوت عن طريق التصميم اللي انا عامله الهولوجرامي سواء كان الهرم هولوجرامي او البوكس الهولوجرامي هقدر ان انا اسلط عليه واحطه هيظهر بالشخصيه بالكامل. عايز تقدر تعمل لو انت عندك مثلا خبير او عالم بيشرح نظريه او حاجه معينه عايز تعرضها على الطلبه بتوعك، ان الخبير ده بيتكلم يقول ايه او الجزئيه دي بتوضحها ازاي، تقدر تعرضها عن طريق الهولوجرام، دي هتبقى مهمه جدا وتبقى فعاله جدا وهتسيب صدى كويس عند الطلبه، وهتبقى كمان تغيير في عرض والمحتوى والاداء، فدي تبقى كويسه. لو عندك زي ما قلنا نماذج معين تعليميه او اشكال او حاجات ممكن تعرضها بالشكل الهولوجرامي ده هتبقى مفيده معاك جدا، ممكن حاجات شخصيه وتعمل محاضراتك وتعرضها بالهولوجرام، فدي طبعا هتبقى لها تاثير حلو جدا. تمام نكمل دكتور احمد كده خلاص تمام الدنيا واضحه مع حضرتك؟ تمام. طب نكمل بقى، قلنا من الخصائص اللي هي اللي بتميز بيها تقنيه الهولوجرام اللي هي امكانيات رؤيه المجسم من جميع الاتجاهات، اقدر ان انا اشوفه من جميع
الاتجاهات بتاعتي، وده بوظف معايا بخلاف الهولوجرام حاجه اسمها سنسور. السنسور دوت بيخليني اتحكم في الابعاد بتاع المجسم الموجود عندي. عندي كمان تصوير عده صور هولوجراميه في لوح واحد، يعني زي بالظبط ما شفنا البرزنتيشن بتاع شركه سامسونج، كان في برضو محاضره اتعمل اللي هي بتشرح اشكال هندسيه ومجسمات او تصميمات معينه، فقدر المحاضر عن طريق الهولوجرام ان هو يعرض اكتر من مجسم على نفس المكان في المسرح، ان هو يشرح المنتجات بتاع شركتهم، مش مجرد منتج منتج يطلع، لا يشرح منتج واثنين وثلاثه واربعه في نفس المساحه وفي نفس المكان. لو خدنا بالنا من الاضاءه الموجوده دي، دي اضاءه الليزر اللي هو شعاع الليزر اللي عكس الضوء بتاع الصور دي او المجسمات الموجوده عنده. برضه في المحاضرات اللي على الصوره اللي هي في الشمال، لو خدنا بالنا ان هي في محاضره هنا في كانت بيدرسوا طب تقريبا، فقدر ان هو عن طريق البرزنتيشن اللي هو محضره المحاضر واللوح الزجاجي الموجود ان هو يعرض البرزنتيشن بتاعه والمحتوى بتاعه على اللوح الزجاجي، ويقدر ان هو يتحكم فيه قدام كل الطلبه عن قرب. وطبعا ده كان ليه تاثير كبير جدا وفعال. زي برضو دكتور احمد امين، ممكن نفس الفكره ان انت لو قدرت توفر لوح زجاجي كبير زي ما معروض عندنا في الشمال كده، وتقدر ان انت تخلط عليه البرزنتيشن بتاعك او المحتوى التعليمي اللي انت انتجته وبيتضمن سفيزي او بيتضمن لايف لحضرتك او اي عالم، ده هيكون ليه تاثير كبير جدا على الطلبه الموجودين على المتعلمين كلهم. طيب ما اقدر كمان بقى ان هو زي برضو هنا، دي كان برضو بيعرضوا كان برضو محاضره بيعرضوا فيها الجمجمه ومكونات الجمجمه، ان هو قدر ان هو يعرض جزئيه ويخفي جزئيه. زي ما برضو قلنا ان انا اقدر اعرض الصوره او الشكل من كل الاتجاهات، اقدر ان انا اعرض جزء واخفي جزء تاني، واقدر اتحكم في الصوره الموجوده عندي في البرزنتيشن اللي انا بعرضه بتقنيه الهولوجرام. التطبيقات التربوية بقى، وازاي ان الباحثين قدروا ان هم يطبقوها في الابحاث بتاعتهم، وازاي انتجوا بيها. عايز اقول لحضراتكم ان جامعة القاهرة وجامعة حلوان وبورسعيد، كتير من الجامعات ابتدى بعض الباحثين ان هم يوظفوا في المنتجات البحثية بتاعتهم تقنية الهولوجرام ويستخدموها. وفي ناس كتيرة عملت دمج ما بين تقنية الهولوجرام وبين الواقع المعزز. يعني كان في بحث عندنا في جامعة القاهرة كان استعمل الواقع المعزز في تقنية الهولوجرام في فصل الروضه، ان هو ازاي يعرض للاطفال دي الهرم بشكل مجسم متحرك، ان هو يجيب له بيئه الاهرام كامله ويجيب له جمل بيتحرك قدامه وبيمشي في الكلاس بتاعه، ويقدر الطفل الصغير يتحرك جوه الجمل وجوه الصوره بمنتهى الحريه. ده عمل شويه مشاكل احنا هنعرفها برضو، ان ده ما كانش ليه تاثير صحي كبير على الاطفال قوي، عشان طبعا قوه الضوء والعرض ده كان ليه تاثير سلبي على بعض الاطفال وكان عامل مشاكل صحيه، لكن بعض الاطفال التانيين كانوا استمتعوا جدا جدا بالتجربه دي، ان هم بيشوفوا الانيمالز بتاعتهم او المكونات او الحيوانات بتتحرك قدامهم في الكلاس بتاعهم وهم بيتفرجوا عليها وبيسمعوا صوتها كمان. ده سؤال يعني سريعا كده نجاوب عليه مع بعض، الهولوجرام ده ممكن فعلا يطور ويغير من التعليم ويطوره؟ يعني في كلمه كده كل واحد من حضراتكم يقول لي كلمه اجابه على السؤال ده. حضراتكم معايا؟ يا شباب عايزه كلمه كده اجيبها على السؤال ده من كل واحد من حضراتكم. الناس سامعيني؟ الو 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 أيوة. ايوه تمام سامعين. طب انا عايزه بس تعليق بكلمه من كل واحد من حضراتكم يقول لي، وفعلا الهولوجرام ممكن يغير من التعليم، ممكن يطور من العمليه التعليميه عندنا؟ هو بالتاكيد هيغير من العمليه التعليميه. في كلمه على الشات عشان بس وقت الورش لو ممكن. وانا اسف يا اصدقائي الكرام، هو بس عمليه ان انا لو فتحت المايك لكل الناس كلها
هيبقى في عمليه تدخل بين الاصوات وبين كل الناس. احنا بنستخدم الشات عشان الحكايه بتاعت ان احنا نبعت الاسئله بحيث ان احنا كلنا نبقى عارفين الكلام ونبقى متابعين الموقف كله مع بعض. شاكر ليكم لتفاهمكم ومنتظر حضراتكم في الشات ان شاء الله. تمام، الناس كلها مؤيده ان هو هيعمل تغيير. هو هيعمل تغيير بس بشروط، زي ما كان الموبايل او الموبايل ابلكيشن او استخدام الموبايل في التعليم كان في مشاكل وبداوا الشركات تعالجها زي صغر حجم الشاشه والبطاريه وزياده اسعار الموبايل. نفس القضيه موجوده برضو في تقنيه الهولوجرام. يعني لو احنا وفرنا المحتوى الالكتروني الملائم ملائم لعرض وعلى من خلال تقنيه الهولوجرام مع زياده الشركات تنتج اجهزه بتقنيه عاليه باسعار مناسبه وملائمه، انا اعتقد ان هينتشر بزياده وهيكون لي اثر فعال طبعا. انما هو بكل الاحوال طبعا مهم جدا استخدامه والتوظيف في خدمه العمليه التعليميه. شكرا لحضرتك دكتور احمد. شكرا لحضرتك. شكرا. لكن التطبيق طبعا، طب هو حضراتكم الغالبيه قال لي طبعا هيكون مفيد وهيكون اسهام كبير جدا، لكن الغالبيه الثانيه اتكلمت عن امكانيات وامكانيات التطبيق. زي ما دكتور احمد امين من شويه قال مثال بسيط جدا وتطبيق عملي هو عمله عنده في المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها، ان هو قدر عن طريق الموبايل عن طريق اللي هو الهرم اللي هو صممه ان هو يعرض البروجرام. تعالوا مع بعض نشوف التجربه اللي اتعملت عملي في الجامعه الامريكيه، ورشه انا كنت حضرتها، وازاي هو قدر يعملها في نص ساعه واحنا قاعدين. ثواني بس اشيل الشيرنج دوت وارجع تاني. طب حد شايفين معايا الصورة دي؟ شايفين معايا البوكس دوت؟ طب ده عبارة عن بوكس عادي جدا. تمام، ده بوكس عادي جدا، الجناب اللي جنب اليمين والجنب الشمال بلاك، عبارة عن لوح خشب مدهون بلاك، والظهر عنده ازاز مش أي حاجة تانية، يعني الجنبين بلاك والظهر عنده ازاز. فوق اللي هي الجزء اللي فوق دوت دي شاشة تلفزيون، ما فيهاش أي حاجة، شاشة تلفزيون كبيرة محطوطة على اللي هو المربع الزجاجي ده أو المربع الهولوجرامي دوت، ومتوصلة بلابتوب. لابتوب ليه؟ عشان اقدر ان انا الفيديو او المحتوى التعليمي اللي انا عايز اعرضه اوصله بشاشه التلفزيون، فبالتالي بيتعرض في الاريا الموجوده دي او المساحه الزجاجيه اللي ظهرت. طبعا كل ما تكبر المساحه كل ما تديك واقعيه اكبر، كل ما تعلى طول وعرض كل ما تديك واقعيه اكبر وتديك من شكل طبيعي. زي ما شفنا مهرجان الطنطوره في السعوديه، ده كان الاريا كبيره جدا واللوح الزجاجي كبير جدا. برضو الرئيس الروسي لما كان بيفتح قناة إخبارية جديدة وطبق فيها تقنية الهولوجرام كان نفس الوضعية، كان عندهم طبعا إمكانيات كبيرة جدا يقدروا يوظفوا فيها، بس هم بيوظفوا عن طريق شعاع الليزر، لكن ده من غير ليزر، عشان الناس كانت بتتكلم عن الشركات المنتجة وعن أسعار جهاز الليزر الحاجات دي كلها. جهاز الليزر بعض الشركات بتنزله ب 200 و300 دولار، ده متاح على الإنترنت أونلاين. الجهاز ده ممكن تعمله من غير بقى الليزر ولا اي حاجه، مجرد ان انت هتحضر المحتوى التعليمي بتاعك، هتعمل تسجيل لمحاضره ليك وهتسجل فيديو مثلا لمده 5 دقائق 10 دقائق، عليك هتسجل بكاميرا حلوه كده على خلفيه كروما خضراء، وتقدر تشغل الكروما دي على اي جهاز اي برنامج برنامج جرافيك، وتفرغ بس الخلفيه تبقى شخصيه كده لوحدها وتظهر معاك على المكان الفاضي دوت عن طريق الشاشه اللي هي بتعكس الصوره او المحتوى الموجود في شاشه التلفزيون في المكان الفاضي او الظهر الزجاجي اللي ظهر معاك دوت. انا عايزه بالظبط كان هو ده بدايته. انا عايزه اوضح. تمام. نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. دي كانت الصوره، انا بس عايزه كان اوضح لك ازاي الشخصيه طلعت جوه البوكس دوت. كده اوكي.
ده كان احد الزملاء الموجودين عندنا في الورك شوب، كان واحنا حاضرين طلع بخلفيه الخضراء هي الكورونا كنا بنتكلم عنها، واحد سجل له فيديو لمده 5 دقائق كان بيعرف فيها نفسه، انا فلان الفلاني بعمل كذا واهتماماتي كذا وهوايتي كذا. سجل الفيديو بكل بساطه بكاميرا كده كويسه، وبعد كده دخل الفيديو دوت على برنامج بريمير وشال الخلفيه الخضراء دي وخلى اللي هو الشاب دوت يظهر لوحده، وبالتالي ظهرت معايا في المربع الزجاجي اللي موجود هنا دوت لما شغل الصوره. لو تركزوا فيها شويه هتلاقي الولد ظاهر هنا، ظاهر بطوله بس عشان الصوره معكوسه. الولد كان ظاهر وكان بيتكلم والفيديو لايف ومفيش اي مشكله. في الاضاءه الضلمه البوكس الاسود دوت ما بيظهرش تماما، لان الاوضه محتمه تماما ما بيظهرش غير الشخصيه بس، بيبان لك ان هي ظاهره في الفراغ، ما بيبانلكش ان هو في مربع اسود ولا في شاشه تلفزيون محطوطه ولا اي حاجه. فبالتالي تقدر تطبقها في الفصل بتاعك او القاعه الدراسيه الموجوده عندك وتعمل تقفل الضوء تماما، خليها ضلمه تماما، هتلاقي بس الشخصيه او التقنيه اللي انت عاملها دي هي اللي ظاهره معاك، والفيديو هو اللي ظاهر معاك فقط لا غير بشكل طبيعي جدا وبلايف. لو خدنا بالنا هنلاقي الولد ظاهر بالشكل ده، بس اللوجو اللي في الظهر هو اللي عاكس معانا، يعني لو الاضاءه كانت خافضه اكتر كان الشخصيه بانت اكتر من كده في الصوره اللي انا صورتها. ده بالنسبة إزاي أنا أنتجها بأقل التكاليف. طب كمان أقدر أعمل إيه؟ أقدر أعمل هو الهرم الهولوجرامي عن طريق برضو هرم ثلاثي وللزجاج، وحط شاشة اللابتوب بدل ما أحط شاشة تلفزيون كبيرة تبقى مختلفة برضو على بعض الناس. أقدر شاشة اللابتوب اللي أنا بشتغل بيها واللي أنا بعرض بيها برزنتيشن أحطها على التصميم اللي أنا عامله ويظهر معايا، واقفل الاضاءه فتظهر معايا المحتوى بالكامل بشكل هولوجرامي بشكل جذاب جدا جدا جدا. طب نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. نرجع للجواز، احنا قلنا دوت خلاص تمام. في سؤال عندي؟ لا، لوح زجاج عادي جدا ممكن اي حد محل بتاع زجاج هو بيصممه لك. لا مفيش خطر حضرتك، لو خدت بالك ان الجناب اللي هي بتاعه البوكس دوت كانت خشبيه وكان فيها مساحه على الجناب الشاشه، الشاشه عندك مش كلها ازاز، الجزء الخشب اللي فوق دوت عادي ما بيعملش اي حاجه في الشاشه التلفزيون عندك. لا مش هيختش الشاشه ما تخافش، انت تبقى حريص ان الخشب او الماده اللي انت عاملها دي لو انت كويس جدا بماده تحس تبقى ناعمه مش هتعمل اي حاجه في الشاشه. تمام. طيب في اي سؤال تاني قبل ما اغير السلايد؟ تمام نكمل البرزنتيشن. التطبيقات التربويه بقى، المواد اللي تطبق فيها كانت الهولوجرام او المواد الدراسيه، يعني سواء كان تعليم جامعي او قبل جامعي، ازاي ان انا اطبق الهولوجرام على المواد دي واستفاد منه في المواد دي. اتطبق اصلا على مواد دراسيه كثيره جدا واللي هي الصعبه والنادره، يعني بعض المدارس زي اللغات اللاتينيه واليونانيه والرياضيات متقدمه، الصعب ان انت توفر لها مدربين او معلمين في المدارس، المحتوى نفسه بيبقى كبير وتقيل ومش اي حد بيبقى بروفيشنال فيه او يقدر يقدمه كويس. قدرت الهولوجرام ان هي توفر او تحل المشكله دي، ان انا اقدر استعين باي خبير في اي بلد من العالم يجي يشرح الماده الصعبه دي او الجزء اللي هو فيه صعوبه للاستيعاب عند الطلاب.
طبعا زي ما قلنا المعلم الافتراضي اللي هو بيحل مشاكل كتيره جدا زي احنا شايفين ده فصل تعليم قبلي جامعي قدر ان هو عن طريق الجزء الزجاجي دوت ان المعلم ظهر وشرح الحصه بالكامل بدون وجود معلم هو مجرد معلم افتراضي دخل وشرح وعمل حاجه وده كان يعني نقدر نقول ان هو ممكن يحل ازمه كبيره عندنا هنا عشان احنا في مصر عندنا ازمه في نقص المعلمين احنا لو قدرنا نوظف دي في الفصول والمدارس عندنا هنقدر ان احنا معلم واحد بروفيشنال في ماده معينه يقدر يخدم اكتر من مدرسه واكتر من مكان في نفس الوقت وفي نفس الحصه ان هو يشرحها لاكتر من مدرسه في نفس التوقيت هو مشكله بس في التفاعل ان ممكن التفاعل ده يتم لو كان لايف زي ما شفنا بالظبط الفيديو بتاع نيشان لما جاب الضيف عنده في الاستوديو كان بيسمعه وبيتكلم معاه لايف عادي جدا لو انا ان انا اوفر المعلم اللي بيظهر معايا ده ان انا اجيبه لايف خليه يظهر معايا لايف ما يبقاش فيديو مسجل او محتوى مسجل لا يظهر معايا على الانترنت واقدر ان هو الشاشه اللايف اللي هو يظهر فيها دي اعكسها على اللوح الزجاجي جوه الفصل ويشرح لكل الفصول في كل المدارس في كل المحافظات في توقيت واحد وتفاعل معاهم كمان فدي حاجه مش صعبه يعني تسجيل اللايف مش صعب زي ما بتفاعل مع حضراتكم دلوقتي لايف عن طريق الانترنت ومعانا ناس كتيره من دول كتيره جدا واقدر اسمعهم واتكلم معاهم بدل ما حضراتكم تسمعوني وتقدروا تشوفوا انا فتحت الفيديو دلوقتي حضرتك هتشوفني بكل سهوله تقدر تشوفني واشوفك واتكلم مع بعض وتبقى الدنيا جميله الحكايه دي الصوره اللي انت تشوفها عندي على اللابتوب بتاعي لو عكستها على من خلال الليزر او على الهولوجرام اقدر كل الناس تشوفك في كل مكان فدي ما تبقاش صعوبه يعني والتفاعل بيتم بمنتهى السهوله طبعا مفيش مشكله فيها. طيب العروض بقى زي ما قلنا قبل كده البرزنتيشن طبعا والابهار بتاع البرزنتيشن ده كان عامل ضجه كبيره جدا لما عرضوا بيها الباوربوينت بقى ثلاثي الابعاد ان هو قدر ينتج الباوربوينت العادي التقليدي بشكل ثلاثي الابعاد ويعرضها ويعرض احصائيات ويعرض نماذج لعمارات وحاجات زي ما احنا شايفين على الصوره اللي في الشمال دي والمباني والمكسبات الحاجات دي كلها وهو واقف بيشرح وبيتكلم فطبعا دي كانت عامله جذب كبير جدا وعامله رواج كبير جدا للشركات ان هي الشركات قدمت بالتقنيه دي وبالعرض دوت فكانت حاجه مفيده جدا ليهم وحققت ارباح كبيره جدا. زي ما شايفين برده تحت البرزنتيشن في اضاءه اللي هو المنبعث دوت ده جهاز الليزر زي ما شايفين جهاز الليزر هو اللي بيطلع الصوره او بيعكسها من جهاز الكمبيوتر في المكان المخصص للعرض. برده نفس القصه هنا. طيب نشوف فيديو صغير كده ازاي اعمل البرزنتيشن دوت وعمل باوربوينت ده جهاز الليزر هو في صوت للفيديو لا هو في صوت طبعا الفيديو المفروض هو شغال تمام هو الهدف برضو انا اعرض على حضراتكم ازاي تم عمل برزنتيشن كامل للمحتوى عن طريق تنزل الهولوجرام عن طريق شعاع الليزر الموجود دلوقتي تحت دوت وقدر ان هو يعرض كل المنتجات طب حد ممكن يقول لي دلوقتي انا هو عامل شكل بياني والشكل البياني ده كان بيتحرك الشكل البياني دوت حضرتك ممكن تصممه ممكن تحوله لاي صوره بيان عاديه بتحولها بانيميشن يعني الحاجات اللي هي تحويل الصور العاديه او التصميمات العاديه بتحولها انيميشن او خليها تتحرك دي اعتقد سهله جدا في برامج كتيره بتعمل الحكايه دي بسهوله وبيسر الصور دي سهل جدا ان انا برضو اعملها حركه وانيميشن صوره عاديه جدا احولها 3 دي واعمل لها انيميشن اكررها اكتر من مره بشكل ثلاثي الابعاد واعرضها بعد كده في البرزنتيشن بتاعي واعرضها بالنتج هولوجرام فتبقى الدنيا مبهره جدا وجذابه في العرض بتاعي وغير تقليدي
الطرق اللي احنا بنشوفها او الطرق المتبعه يعني. تمام. في الحروب استعملوها كتير جدا ان هم قدروا عن طريق الترابيزه الهولوجراميه ان هم يعرضوا بها كل خرائط العالم وكل مكونات العالم وكل الاماكن الموجوده بسهوله ويسر، يقدروا ان هم يحددوا الخطه الحربيه بتاعتهم او الاماكن اللي هي مستهدفه او الحاجات دي كلها عن طريق الهولوجرام والترابيزه الهولوجراميه. الترابيزه الهولوجراميه دي بتتيح لك ان انت كل المحتوى اللي بتعرضه بيظهر لك في الفراغ فوق الترابيزه الموجوده دي، طبعا هي مجهزه لده. برضو التعليم بقى لما جم طبقوها في المدارس، طبقوها في حضانه في روضه، في فصل روضه، ان هم عملوا مناظرات تعليميه بين الطلاب. بقى ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي في كلاس موجود في مصر وعندي طلبه من الصين، طبعا اللغه الصينيه دي من اللغات الصعبه جدا، انا عايزه اعلم الطلاب اللي موجوده عندي في مصر اللغه الصينيه من اهلها او من طلابها نفسهم، او اعرف الطلاب اللي عندي او الاطفال اللي عندي على الثقافه الصينيه، فبالتالي اوفر تقنيه البروجرام دي بالمساحه زي ما شايفين في الضوء الموجود دوت اللي هو في الصوره، ان انا اقدر اجيب طلاب مناظرين في اي بلد ثانيه ان هم يقعدوا مع الطلبه بتوعي ويتعرفوا على بعض ويعرفوا ثقافات بعض وتبادل اللغات مع بعض وتعلموا اللغه من اصلها يعني. فدي كان لها تاثير كبير جدا جدا في الغرف الدراسيه، وكان تاثيرها كبير جدا على الطلاب. الالعاب زي ما قلنا قبل كده برضو عامله رواج كبير جدا واثاره كبيره جدا ان انا اخليها العاب تعليميه، زي ما شفنا الجيميفيكيشن في الفتره الاخيره كان عامل رواج كبير جدا، فانا ممكن البروجرام اوظفه في الجيميفيكيشن ويبقى ليه تاثير كبير جدا للاطفال في استيعاب المحتوى التعليمي بتاعي. نفس القصه بقى دي من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت توظف الموبايل بتاعك ان انت تشوف عليه الهولوجرام. زي ما قلنا او في حضرتك لو فتحت اليوتيوب وشفت الفيديوهات او انتاج الهولوجرام فيديوهات هتلاقي ان انت مجرد ما بتعمل هرم زجاجي صغير بالكفر بتاع السي دي، حضرتك لو واخد بالك الكفر بتاع السي دي شفاف، لو قدرت ان انت تقصه بالقطر وتعمله هرم زجاجي وتحطه على الموبايل وتشغل اي صوره او جيم فبتظهر معاك بسهوله جدا، بتظهر وبتنعكس على المثلث الزجاجي اللي انت عامله. تقدر بس تستعمله بقى في الفصل الدراسي ان انت تعمل تجسيد للمواد التعليميه، يعني تعرض صوره تعليميه، رسمه، محتوى، مش محتوى، اي جزء تعليمي بسيط اللي هي مثلا صوره مجسم او صوره محتوى تعليمي صغير، تقدر تعمله بالشكل ده بسهوله وفي الكلاس بتاعك مجرد بس انت وسيله تعليميه شيقه وجذابه للطلبه بتوعك او المتعلمين، وطبعا بتسري عليك التعب. طيب الفرق بقى، السؤال ده انا ممكن اساله لحضراتكم، الفرق بين المعلم الافتراضي والفيديو، مين يجاوب لي على السؤال ده من حضراتكم؟ يعني احب مشاركتكم في الشات، ايه الفرق بين المعلم الافتراضي والفيديو؟ اسمع حضراتكم ممكن على الشات بعد اذنكم، الفرق بين المعلم الافتراضي او المعلم المعلم الهولوجرامي والفيديو. يوجد تفاعل، تمام صح. استاذة منال صح. لا بيتم التحكم في العرض. قلنا ممكن اتحكم في العرض ده عن طريق السنسور. الفيديو ما فيهوش تفاعل طبعا، هو مجرد عرض فقط لا غير. والفيديو جزء من الهولوجرام او جزء من المعلم الافتراضي. تمام استاذة منال، مين تاني يقول لي الفرق بينهم؟ ايه فين الناس؟ مين يقول لي ايه الفرق بين المعلم الافتراضي والفيديو؟ تمام صح استاذه منال، التاثير البصري طبعا ده مهم جدا جدا، ده عامل جذب قوي جدا جدا جدا، وده كان سبب في نجاح الهولوجرام ان بيديك احساس بالواقعيه ان انت الشخصيه واقعيه كانها بالظبط معاك صوت وصوره، صوت وصوره وحركه كمان.
تمام، حد هيقول لنا الفرق برضو بين المعلم الافتراضي والفيديو؟ اكتساب المهارة الحياتية، لأنه بيوفر بيئة شيقة للتعلم طبعاً، وبيخلق بيئة تعاونية متشاركية بين الطلاب وبعضهم. يعني زي ما قلنا بالضبط، لو أنا بعمل الهولوجرام بطبقها في فصل الروضة، لو حطيت لهم مثلاً مجسم للفيل، أو حطيت لهم جسدت شكل الفيل أو الأنيمالز كلها أو الجامعة والحاجات دي كلها، هم بيخشوا يتحركوا مع الشخصية، يخشوا يتحركوا مع الأنيمالز دي كلها ويتحركوا معاها ويشوفوها، ممكن يسمعوا صوتها كمان، فدي بتبقى لها عامل جذب كبير جداً جداً جداً. اسلوب العرض، لو انا هعمل فيديو وهحطه في الهولوجرام، وممكن زي ما قلنا ان انا اعمل هولوجرام بس مواجه لايف، يبقى واقعي تماما. تمام، المعلم الافتراضي اقرب الى الواقع، وخاصه لو كان التسجيل ده لايف او البث لايف. تمام، نبص كده مما يعكس على الطلاب او المشاهدين. طبعا 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 ليه تاثير كبير جدا جدا، وبالعكس بالايجاب، مع ان هنتعرف بعد شويه الدراسات ونتائجها كانت ما كانتش مؤيده قوي للموضوع ده، او بعض الدراسات ما كانتش مؤيده للقصه دي قوي، هنعرفها بعد شويه مع بعض. بس احنا بالنسبه لنا في البيئه المصريه وفي الهولوجرام ده، لو توظف هيبقى ليه عائد تعليمي كبير جدا جدا وتاثير كبير جدا، ان هو هيوفر لي معلمين، المشكله اللي هو نقص المعلمين دوت هيحلها. تمام دكتور محمد، فهيكون لي تأثير جدا. تمام، طب سريعا بقى، الفيديو هو تسجيل فيديو عادي، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي تفاعل، زي ما قلنا زي حضراتكم ما قلتم بالظبط، لكن المعلم الافتراضي بيكون له تفاعل، بيكون اقرب للواقعيه واقرب للحقيقه. طيب البحوث التربويه بقى، كان في بحث اتعمل عن الهولوجرام في البيئه التعليميه و تنهي البروجرام سلسله الابعاد في بيئه التعلم. طب كان اهداف الورقه البحثيه دي زي ما شايفين مع بعض، ان هو يشوف اهميه البروجرام في حياتنا وفي التعليم والمعلمين في المستقبل، ونقاط القوه والضعف في تقنيه البروجرام، وكان بيعمل تيست للتقنيه، التقنيه دي هتبقى مفيده في العمليه التعليميه ولا لا، وايه الصعوبات اللي هتواجه المؤسسات التعليميه في تطبيق الاداه دي. فالدراسه دي كانت مهمه جدا، وكانت النتائج بتاعتها بقى زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده، ان 45.5 من افراد العائله اكدت اهميه البروجرام كاداه تعليميه، وان هي فعاله في المستقبل، و 47.3 قال ان التكنولوجيا دي كان يمكن ان تغير وجه التعليم، يعني قال لا مفيش فايده في التكنولوجيا دي، مش هتغير حاجه. خلي بالكم ان البحث دوت ونتيجته في الدول الاوروبيه اللي اوريدي عندها تقنيات كتيره جدا جدا بتوظفها من سنين السنين، مش عندنا. طب العوائق الرئيسيه اللي كانت بتعوقهم، ان هم لما هم اشتروا جهاز الليزر ويطبقوه، كانت التكلفه عاليه وقتها، اول ما طلع جهاز الليزر ده كان عالي جدا وغالي جدا. اتصال بالانترنت في حركه البث المباشر، لازم يكون النت سريع جدا. في بعض كمان الصعوبات اللي هي اثرت على الطلبه نفسهم، ان هم الضوء المشتت دوت قدر ان هو يتعبهم، ان في بعض الطلبه اثناء التطبيق عليهم جالهم حاله اغماء من الضوء، وناس تعبت كتير. دي رسالة عمل في السعودية، كانت وظفت الهولوجرام مدخل لإجراء تشكيل ثلاثي الأبعاد في التربية الفنية، قدرت تعرض المحتوى التعليمي أو اللي هي الأشكال ثلاثية الأبعاد في التربية الفنية والمجسمات عن طريق تقنية الهولوجرام. زي ما شايفين بالظبط إزاي أستعمل الموبايل بتقنية الهولوجرام، زي ما شايفين بالظبط كده. ده مجسم محطوط على الموبايل، ومجرد ما انا بشغل الصوره ثلاثيه الابعاد على الموبايل بتظهر عندي في الهرم الزجاجي اللي انا مصنعه من الكفر بتاع السيزي. طيب عشان وقتنا، طيب السؤال ده مهم جدا، تفتكر ممكن الهولوجرام اللي احنا طبقناه فعلا يغني عن المعلم وعن اهميته ووجوده؟ وده انا هختم بيه اللقاء بتاعنا واسمع اسئله حضراتكم. متشكرة جدا جدا لحضرتك. تمام، بدون زجاج، بس انت هتعمل كامل للغرفة.
شرايح بلاستيكيه. ما بقول هي الكفر، الكفر بتاع ال الكفر بتاع السي دي او اللي هو الشفاف المقوي. شكرا دكتور مختار. شفاف مقوي صح. طب اسمع سيد حضراتكم، هو لا طبعا الاستاذ حسين هو اكيد مش هيغنى عن المعلم، بس هيحل ازمه نقص المعلمين. ميرسي دكتور مختار. لا غنى عن المعلم طبعا، بس ده هيكون مساعد وقوي ويحل مشاكل تعليميه كثيره جدا جدا بتواجهنا. اه بالظبط دكتور امين، دكتور احمد امين ويعزز دور. وحضرتك لو برضو المعلم اللي مش هيطور من نفسه ويطور من اداءه ويبقى معلم تكنولوجي ويتابع المستحدثات التكنولوجيه وينمي نفسه فيها، فهو معلم مهمل تماما، مش هيكون له دور، مش هيكون له وجود اصلا. يعني الفتره الجايه دي المعلم اللي مش هيقوي نفسه ويحدث نفسه ويتعلم مهارات تكنولوجيه وادوات تكنولوجيه هيكون ملوش وجود اصلا، هيتشال من الخريطه يعني زي ما بيقولوا. مش مكلفه يعني، احنا زي ما شفنا مع بعض ممكن من اقل الامكانيات انا اعرضها واعملها واستعمل كده وسائل تعليميه يا استاذه مروه. مش مكلفه، مكلفه لو انا هستعمل الليزر، مكلفه لو انا احتاج سرعه نت عاليه طبعا دي بتبقى صعوبه شويه عندنا، وان انا اعرضها واوفر لها مساحه ولوح زجاج كبير وحاجات دي، بس طبعا بيكون العائد بتاعها اعلى. وده برضو ليه طابع وجداني ونفسي، لان انت لو هتعرض معاهم لايف هتتفاعل معاهم زي المعلم العادي، زي ما انا بتفاعل مع حضرتك دلوقتي وبكلمك. يعني انا فتحت الكاميرا هكلمك صوت وصوره وهتفاعل معاك عادي رغم انها مش موجوده قدام حضرتك في نفس المكان يعني. بالظبط، وفعلا هينزل دكتور احمد امين فعلا سعرها كان الاول عالي جدا جدا، جهاز الليزر الراسي بقى $200 وفي ارخص من كده. هي اضافه ومعلم نزل يواكب الاضافات دي كلها ويسير التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه. الشركات المصريه انا ما سمعتش عن شركات مصريه انتجتها، لكن هي كلها حركة لو عملت سيرش على النت لا شركات كتير عربيه واوروبيه بتنتج الليزر ده كذا ليزر. بالظبط كده، بالظبط كده. ممكن يا استاذه مريم اقل الامكانيات وتطلع منتج كبير جدا، زي بالظبط في الناس بتوع الاي تي والتكنولوجي يقول لك اشطر ديزاينر هو اللي استعمل اقل البرامج وطلع منها احسن شغل. يعني ممكن عن طريق الباوربوينت البرنامج البسيط ده تعمل محتوى الكتروني تفاعلي كامل احسن من اي برنامج تاني تعمله او بتدفع فيه فلوس. بس التفكير والفكره والمهاره هي اللي بتفرق. بالظبط استاذ محمد احمد، طبعا التكلفه بتقل مع مرور الوقت وهي فعلا دلوقتي قلت جدا. استاذ ميلان اتفضلي. طبعا اتفضلي استاذ ميلان اكتبي سؤالك. بالظبط، في تجارب كتير زي ما قلت لحضرتك، في باحث عندنا في جامعه القاهره بالفعل رسالته بتتكلم عن دمج الهولوجرام مع الواقع المعزز. مش مع الافتراضي، هو رسالته كانت الواقع المعزز مع الهولوجرام. ان هو خلى الهولوجرام هو الواقع المعزز، يعني انت فكره الواقع المعزز عندك ايه؟ ان انت بتدمجي ما بين التكنولوجيا وبين البيئه اللي انت موجوده محيطه فيها. فهو حط الهولوجرام كواقع معزز في البيئه الموجوده في الروضه، هو كان بيطبقها في الروضه. هي برامج الجرافيك زي بريمير عشان تعمل فيديو ستريس الابعاد فقط لا غير، واللي هي التول زي ما قلنا سواء كنت هتعمل هرم هولوجرامي او بوكس هولوجرامي زي ما عرضنا من شويه، حركه تنتجه بمنتهى السهوله، وبس الفيديو او المحتوى الالكتروني هو اللي هتحاول تعمله 3 دي. او الكونتنت بتاعك في المحتوى التعليمي هو اللي هتحتاج ان انت تحول الصوره العاديه ل 3 دي
وده برنامج البريمير ممكن يعمله لك بسهوله، او الفلاش برضه الفلاش. شكرا لحضرتك جدا. العفو دكتور حسين مصطفى. شكرا لحضرتك جدا دكتور هبه، شكرا لجميع الحضور الكرام. في النهايه بعد اذن حضراتكم انا هشير معاكم رابط خاص بالنسبه لتقييم الورشه، بحيث ان احنا نسمع ارائكم ونشوف جميع الحاجات اللي انتم محتاجينها في الورش القادمه ان شاء الله. ولو اي حد حابب ان هو يشترك معنا في الجروب الخاص بتاع ايميرجي افريكا، فينا جروب خاص موجود على الفيسبوك، هذا الرابط بتاعه كمان في كل حاجه جديده، بحيث ان احنا بنعمل فيه ايفنتات بالعربي وباللغه الانجليزيه. وكمان اللي عاوز يتابع معانا قناة اليوتيوب الخاصة بالنسبة لإيميرجيك أفريكا اللي بيكون عليها كل الفيديوهات المسجلة وكل الحلقات السابقة هتكون موجودة على الرابط ده. بالنسبة للدكتور أحمد أنيو، سؤاله عن الشهادات أو أي إفادة، حاليا إحنا في المرحلة الأولانية مفيش أي شهادة حضور أو إفادة، ولكن مستقبلا إن شاء الله ممكن يكون في حاجة زي كده. شاكر ليكوا وشاكر للدكتورة هبة وشاكر لجميع العفو. سعيدة جدا بتواجدي معاكم النهارده، واتمنى اكون افدت الجميع ان شاء الله يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. العافيه يا دكتور.